السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نوجدوا لكم كيكه ديال الشكلاط اللي كتجي البنات جد رائعه، اللي غادي نحتاجوا فيها جوج البيضات، كاس الحليب، نص كاس ديال القهوه سريع الذوبان، كاس زيت الشكلاط، كاس سنيده، وثلاثه الخمارات حمرين، ودانات ديال الكراميل، وشويه الملح. كتجي البنات جد رائعه، كنتمنى منكم تجربوها. هو البنات الخليط ديال الكيكه ديالنا هو موجود. انا خديت هاد المول اللي على هاد الشكل، دهنتو من قبل بالزبده والدقيق. غضيفوا الكيكه ديالكم في هاد المول، ومن بعد غديروها في الفران على درجه الحراره ديال 180 درجه و 45 دقيقه ديال الطياب. هي البنات كما كتشوفوا الكيكه ها هي طابت، كنسقيوها بشويه الماء وقهوه سريعه الذوبان، كتجي البنات جد رائعه. انا خديت البنات هنا شويه شكلاط، غنديرو مع دانيت، كيجي البنات زوين حتى هو، باش غادي تذوقوا الكيكه ديالكم. انا هنا ضفت ليه شويه زيت لوسيور باش يعطي ديك البريون في الشكلاط. هي البنات الكيكه موجوده، من بعد ما زوقتها بالشكلاط اللي مع دانيت وشويه الكركاع،
ذوقوها باش ما بغيتو، يا القرقاع يا الكاوكاو مهرمش يا اللوز باش ما بغيتو اللي متواجد عندكم في الكوزينة. شكرا على المتابعة، وما تنساوش ديروا ابوني وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد.